حدث ثقافي شديد الأهمية، مكتبة اسكندرية، هذه المنارة الكبرى على مستوى العالم، أولى جامعات الحضارات والعالم القديم، فكر ونور وتنوير وحضارة. اليوم الأول لمعرض الكتاب بتاع مكتبة اسكندرية يشهد إقبال مذهل وإقبال، اتفضل أهو أدي صورة، ومن مختلف الأعمار، أجنحة المعرض المختلفة فيها 70 دار نشر مصرية وعربية. دي الدورة 18 من معرض اسكندرية الدولي للكتاب، أو معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، ده بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب واتحاد الناشرين المصريين واتحاد الناشرين العرب. خلونا نحاول بقى نعرف أكتر على هذا المعرض شديد الأهمية مع أحد أهم مفكرينا وأساتذتنا، دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا أستاذ يوسف، أهلا وسهلا، أهلا بيك وشكرا جزيلا على يعني الاستضافة، ربنا يخليك. لا يا فندم، هو احنا نطول ده، احنا دايما نتشرف ونسعد بذلك. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخليك يا دكتور أحمد. أنا بتكلم على إنه من اليوم الأول يا فندم والمعرض يشهد إقبال مذهل ورائع ولافت للنظر. والله بالفعل بالفعل يعني المعرض شهد إقبال كبير جدا، وأنا عايز أبدأ من المجاز الجميل اللي حضرتك عملته وأنت بتتكلم عن العالمين واستخدمت المجاز دي. كل الإنجازات دي هي قلب مصر وكده. أيوة. طبعا مصر موجودة في قلوبنا جميعا، وهي بتتجمع في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان يعني، وإحنا بنأسس الجمهورية الجديدة في إنجازات بتتعمل في كل مكان، زي ما كنا حتى بتتكلم على العالمين والحصار اللي إحنا بنقنعه، كل الإنجازات اللي بتتعمل في بورسعيد وبتتعمل في كل مكان على أرض مصر بتبثل هذا، اللي بتبقى كل هذه الأماكن هي قلب مصر النابض. أنا عايز أقول بقى إن الإسكندرية بمكتبتها هي أخذ قلوب مصر يعني أيضا، وإنه المعرض اللي إحنا افتتحناه النهارده والإقبال الشديد جدا جدا النهارده خلق في قلوبنا فرحة كبيرة جدا، وإنه الناس محتاجة الثقافة، وإن الناس عندها طلب وعندها إقبال على الثقافة، حتى لو إحنا اتكلمنا إنه الناس بطلت قراءة والناس لا، الناس بالفعل عندها طلب، خاصة الشباب، لأنه كان عدد اللي دخلوا المعرض، احنا افتتحنا المعرض في حوالي ساعة كده وساعة ونص، وعلى ما خرجنا كان قدام باب المعرض يعني من أول لغاية آخر الشارع بره ناس عددهم يمكن 2000 واحد. فأنا طبعا سعيد جدا بأن هذا الزخم الكبير جدا حصل في معرض الكتاب النهارده، وهذا المعرض متميز جدا جدا، لأن هو بجانب ان هو معرض يعني دولي، لانه بيشترك فيه عدد من الناشرين العرب، وفي حوالي 76 دار نشر مشتركه، واحنا بنعمله برضه بالاشتراك يعني مع اتحاد الناشرين العرب والهيئه العامه للكتاب، عندها بتعرض معانا ايضا، وعندنا بجانب ده نشاط ثقافي متميز يعني في معرض الكتاب السنه دي. عندنا حوالي 100 نشاط تقريبا هنعملهم خلال ال 15 يوم. حلو. وهيبدا هذا النشاط بمحاضره هامه جدا هيلقيها احمد عبد المعطي حجازي شاعرنا الكبير. الله. يعني ده طبعا كان احد برضو الانجازات اللي احنا عملناها، رغم ان هو راجل كبير في السن وعنده برضو يعني جهد بيبذله في الانتقال وكده، بس هو تحمس وجاء الينا واشترك معنا في الافتتاح، وان شاء الله بكره هيبدا النشاط الثقافي بهذه المحاضرة بإذن الله. بإذن الله دكتور أحمد، طبعا طبعا سيادتك أصبت في أنه مكتبة الأسكندرية هي قلب نابض حقيقي، وأنا دايما أقول مكتبة الأسكندرية دي هي أول جامعة عرفها العالم القديم، قبل ما يعرف مفاهيم الجامعات كان عندنا مكتبة الأسكندرية القديمة التاريخية المذكورة في الكتب وفي المراجع. ومرة كنا بنتكلم أنا وحضرتك وكنت بقول لحضرتك أنا بحلم بأنه المكتبة في يوم من الأيام تعيد أمجادها كجامعة، فقلت لي إن شاء الله إحنا بنعمل على مشروع كبير بحيث أن المكتبة تمنح الدرجات العلمية، صح؟ أولا أنا بشكر حضرتك على هذا السؤال، وطبعا المكتبة كانت بالفعل بالزمان جامعة، وأنا منذ أن جئت إلى المكتبة وأنا عندي يعني عندي طموح كبير جدا وعندي أمل كبير جدا إنه مكتبة الإسكندرية تعمل جامعة. وإن إحنا يعني
بدأنا بالفعل حتى نفكر في كده، وبدأنا حتى نطرح الموضوع في مجلس الأمناء وناقشناه بشكل يعني صحيح لم نتوصل فيه القرار حاسم، بس يعني احنا أكدنا على أن المكتبة يجب أن هي تمتد وتتوسع في أنشطتها، وأحد أنشطتها هي العلم، يعني طبعا. لأن احنا عندنا قطاع أكاديمي في المكتبة، وعندنا كمان في القطاع الأكاديمي في بنمنح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه بالاتفاق مع يعني بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية في المركز اللي موجود في المكتبة اسمه مركز الدراسات اللي هي الليجستية. فاحنا عندنا أمل في إن احنا نتوسع في هذا النشاط، وتبقى المكتبة بالفعل عندها يعني جامعة. وقد يعني أتمنى أكتر إنه المدرسة، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة أنا قولي طبعا. دايماً بتفكر فيها، حتى بعض الناس في مجلس الأمناء كنا بنتناقش في هذا الموضوع، إنه مدرسة المستقبل لازم هتبقى مختلفة عن المدرسة الحالية، لأنه إحنا يعني مقدمين على عصر جديد وعصر رقمي وكل حاجة فيه بتتغير، فنحن لا نعرف على وجه اليقين في المستقبل المدرسة شكلها يكون بالضبط. فإحنا محتاجين إن إحنا نفكر في إنشاء شكل جديد من المدارس، شكل كله يبقى كله مرقمن، يبقى كله صح. يعلم الأطفال بطريقة مختلفة ويفكر مع الأطفال بطريقة مختلفة ويخليهم يتعلموا التفكير من وهم صغار ويستخدموا التكنولوجيا من وهم صغار، ما نقولهمش بعد ما يكبروا ونقول لهم والله امتحنوا بالطريقه وهكذا يعني. فأيضا في فكر في هذا الاتجاه انه برضه المكتبه تستطيع ان هي تعمل انشطه بهذا الشكل، انشاء بعض النوعيات التعليميه التي يمكن ان تقوم بدور المدرسه على هذا النحو اللي بيتجه نحو المستقبل او اعداد الجيل المستقبل بطريقه، والتفكير حتى في طريقه المدرسه في المستقبل ماذا على اي شكل سوف تكون. وطبعا كل هذه الافكار يعني مطروحه، ونامل ان تجد يعني دعم من القياده السياسيه، وان شاء الله يعني القياده السياسيه على فكره فخامه الرئيس بيدعم المكتبه دعم كبير جدا، واحنا لما اجتمعنا معاه في مجلس الامناء كان دعمه كبير جدا للمكتبه، كما يدعم كل شيء في مصر، وكما يدعم كل فكره جديده، وكما يقود هذه المسيره العظيمه في مصر الان. فهو ان شاء الله بيدعمنا في كل شيء احنا بنعمله في المكتبه، واحنا في المكتبه بنبذل جهد كبير جدا جدا في ان احنا يعني نعمل يعني نحقق درجه عاليه جدا من الاحساس بالمسؤوليه الاخلاقيه والمسؤوليه الاجتماعيه تجاه الثقافه وتجاه الوطن في النهايه. صحيح. والله يا دكتور انا اتمنى فعلا، يعني حضرتك ادرى مني، اوكسفورد دائما ما يتباهون بان هم أقدم جامعة ناطقة بالإنجليزية على سطح هذا الكوكب. لو مجلس الأمناء وحضرتك في النهاية إن شاء الله وصلتوا إلى أنه نعمل جامعة، هيبقى جزء من ترويجها نحن أقدم جامعة على سطح هذا الكوكب، حتى لو بالتعبير الأدبي. يعني أنا فاهم أنه أكيد بيبقى هيكل الجامعة هيجي يتقال لنا لا ده مختلف، لكن هي فكرة التصور أنه إحنا في نفس ذات المدينة في نفس ذات المكان كان لدينا أقدم جامعة عرفتها الإنسانية، ونبني على ده. يعني أتمنى ذلك. أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر دكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.